أنا محضر لك اتصال، ما أدري إذا كان موجود الاتصال معانا. معانا الاتصال. طيب، عندنا اتصال سعادة الأستاذ محمد أحمد سلام، مدير عام قنوات إقرأ. السلام عليكم أستاذ محمد. أستاذ وعليكم محمد، السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ وكل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير وخواتم مباركة إن شاء الله. بإذن الله تعالى. شيخنا بداية نسلم على أستاذ محمد. حياك الله يا أستاذ محمد، وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. الله يجزيكم الخير على إتاحة هذه الفرصة لنا لنخدم أبناءنا وبناتنا في شتى أصقاع الأرض من خلال هذه المسابقة التعليمية. هي مسابقة وهي تعليم في آن واحد، فجزاكم الله عنا وعنهم كل خير. الله يجزاكم خير، الله يحفظكم. الفضل لله أولا وأخيرا، ثم لكم شيخنا. الله يبارك فيكم. وجودكم رغم مشاغلكم الكبيرة الحمد لله، إنكم تفرغوا من وقتكم 28 يوم من رمضان. أنا أعرف أنه هذا يعني جهد غير سهل، و أعرف إنه لولا دعمكم ومشاركتكم ومساهمتكم وتضحيتكم في هذه المسابقة لتعليم الناس، ما كان لهذه المسابقة أن تستمر للعام الثالث على التوالي، وأن يعني تصل لهذه النجاحات العظيمة اللي وصلتها. فالشكر لله أولا وأخيرا. الله يسلم. ثم لكم. الله يبارك فيك. وأنا الحقيقة متابع جيد للبرنامج، يعني لولا بعض الالتزامات العائلية كان جميع الحلقات تابعتها، لكن أنا يمكن فاتتني 3 أو 4 حلقات وأتابعها لأتعلم. استغفر الله، استغفر الله، الله يبارك فيك. صحيح، صدقا، وأنا والله العظيم ما يعني أتابع لأتعلم، واستفدت وطورت يعني أنا تلاوتي على يعني تلاوة العامة، ولكن تطورت بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل متابعة هذا البرنامج وبرامجكم الأخرى. الله يسلمكم، جزاكم الله خير. الله يحفظكم، الله يحفظكم ويرعاكم إن شاء الله. جزاكم الله عنا كل خير. الله يسلمكم أستاذ محمد. اليوم إحنا في الحلقة 28 من الموسم الثالث لمسابقة تراتي رمضانية، وأذكر البدايات في الموسم الأول في أيام كورونا، كيف أنه كانت الدنيا كلها مغلقة، وكان هذا البرنامج الرائع اللي هو يعني من لبنات أفكاركم الرائعة وانطلاقة الموسم باهتمام الشيخ صالح الكامل رحمه الله. واليوم إحنا ما شاء الله تبارك الله يعني مستمرين في هذا الأجر والثواب في الموسم الثالث. فتعليقكم وكلمتكم بهذه المناسبة أستاذ محمد. جزاكم الله خير. أولا نستذكر هذا الرجل الرائع رحمه الله رحمة واسعة، ونحن الآن يعني ذكرى السنة الثانية لوفاة رحمه الله الشيخ صالح كامل، الذي أسس هذه القناة الرائعة بكل ما فيها من خير ورسائل خير وصلت لأصقاع الأرض. ويعني يمكن لعله الآن زي ما تفضلت المسابقة شارك فيها متسابقين من 76 دولة، ولكن على السوشيال ميديا بحكم أنه الإنترنت أكثر انتشاراً يصلنا تفاعل من 214 دولة على كل برامج إقرأ، مع أنه طبعاً البعض يعني يعرف أنه الدول رسمياً 195 دولة، لكن هناك دول غير مسجلة رسمياً في الأمم المتحدة 214 دولة حسب إحصائيات جوجل. ما شاء الله. فنتذكر الشيخ صالح كامل رحمه الله هو الداعم الأول لهذه المسابقة ولكل إقرأ، من فكرة إقرأ إلى استمرارها إلى أن فعليه رحمة الله. ثانيا يعني الواحد يشعر بالفخر والاعتزاز إنه هذه المسابقة كانت وليدة ظروف معينة وحققت نجاحات كبيرة، ونتابع باهتمام وحرص النجاحات المتواصلة سنة بعد سنة. الأرقام اللي ذكرتوها في بداية الحلقة أرقام حقيقة لا يملك الإنسان إلا أن يخر ساجدا لله تعالى على هذا الفضل والنعم. يعني ذكرت أنه أكثر حوالي 150 ألف رسالة وصلت للبرنامج، رقم ما هو سهل، وهذا يثبت ويؤكد أن قول الله سبحانه وتعالى فأما الزبد فيذهب جفاء وما ينفع الناس في كل في
زمن الفتن كما ذكر الشيخ أيمن حفظه الله، في زمن الفتن أن يشارك أكثر من 150 ألف رسالة في فترة وجيزة وأن تصلنا تلاوات بالآلاف، زي ما تفضلت أنه 1700 تلاوة فقط هي اللي أجيزت، طبعا في أكثر منها بكثير لم تجاز لضعف في التلاوة أو في أحكام التجويد حسب يعني قرار لجنة الفرز المبدئي برئاسة الدكتور أيمن. وصل 1700 تلاوة صحيحة، ترشحت 250 تلاوة، ثم ترشح 24 مرشح. الحمد لله هذا فضل من الله كبير، الحمد لله. أرقام ضخمة وكبيرة، وليس مستغرب أن تكون أعلى الدول مشاركة جمهورية مصر العربية بناسها الطيبين الحافظين يعني الدولة الكبيرة بعددها وبحافظينها وبأهلها، ثم سوريا ثم المغرب ودول يعني من شرق الأرض وغربها. هذا فضل الله، وأنا بعد فضل الله وفضل الشيخ صالح رحمه الله الفضل أيضا لكم يا أخ إسماعيل، طبعا بعد فضل الدكتور الله يحفظه لكم ولفريق العمل خلف الكاميرات وفي الاستوديو، فريق عمل كبير جميل مميز مجتهد، أشوفهم يعني وأتابعهم يشتغلوا في البرنامج بحماس غير عادي وعن أي برنامج آخر، ولعلها بركات القرآن تدفعهم دفعا إلى الإبداع وإلى الحماس وإلى الإخلاص في هذا البرنامج. لن أذكر اسم أحد لكن الله يعرفهم فردا فردا، فجزاكم الله خير، وجزا الله خير شيخنا وأستاذنا الشيخ أيمن على تفريغه لنفسه في هذه الأيام والسنوات الماضية، وندعو الله سبحانه وتعالى أن تستمر هذه المسابقة أعوام عديدة وسنين مديدة إن شاء الله، يستمر الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. اللهم أمين. كان معنا عبر الاتصال سعادة الأستاذ محمد أحمد سلام، مدير عام قنوات إقرأ الفضائية. شكرا لك أستاذ محمد، وبإذن الله تعالى عطايا قناة إقرأ بإذن الله تعالى تستمر لتقدم عملا خيريا وإنسانيا ودعويا إلى كل العالم.